أهلا بكم معنا مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من المشهد ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والميدانية في العراق، خاصة في ظل التظاهرات والاحتجاجات الدامية التي أسقط فيها الكثير ما بين قتيل وجريح ومصاب، ودفعت رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لتقديم استقالته إلى مجلس النواب. دوافع هذه الاستقالة، تأثيرها على المستوى القانوني والدستوري، وإلى أي مدى هذه الاستقالة تلبي بشكل أو بآخر طموحات وأمال الشعب العراقي، هل ستكون مفتاح حل الأزمة أم أن الأمور تزداد تعقيدا يوما بعد الآخر؟ أسئلة كثيرة واستفسارات عدة نطرحها مع حضراتكم في استوديو المشهد وعلى الهواء مباشرة مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صبر الديب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك معنا بحضرتك، وأشكرك طبعا على تلبية الدعوة وتشريفك لنا النهاردة يا فندم. أهلا بسيادتك، ربنا يحفظك. واسمح لنا في البداية نتوقف سريعا لمتابعة هذا التقرير التالي، ثم نعود إليكم من جديد لفتح باب النقاش والحوار وتقديم رؤية تحليلية مفصلة حول الأوضاع السياسية والأمنية والميدانية والإنسانية في العراق. أصبحت يعني أمر مطلوب كجزء من التهدئة. وسط استمرار موجة التظاهرات ونزيف الدماء في العراق، وافق مجلس النواب على استقالة حكومة عادل عبد المهدي بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخص شارك الآلاف من العراقيين بمسيرة حداد على أرواحهم في محافظات عدة من البلاد. ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة. كان السيستاني قد دعا في 29 من نوفمبر الماضي مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة، ودعت واشنطن القادة العراقيين إلى الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، ونددت باريس بالاستخدام المفرط للقوة. وافتتح البرلمان جلسته ووافق على طلب الاستقالة، ما يجعل من حكومة عبد المهدي حاليا حكومة تصريف أعمال وفقا للدستور. وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنه سيخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف رئيس جديد للوزراء. وشارك عراقيون من محافظات عدة في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات. وفي الموصل أيضا خرج مئات الطلاب يرتدون ملابس سوداء في تظاهرة حداد داخل جامعة الموصل، وقتل متظاهر آخر بالرصاص في بغداد. وفي خطوة غير مسبوقة أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين في مدينة الكوت جنوب بغداد. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر موجة احتجاجات غاضبة تدعو إلى إنهاء الفساد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاما، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الكاتب الصحفي الأستاذ صبري الديب. لك التحية من جديد أستاذ صبري، ويمكن قبل التطرق والحديث عن تطورات الأوضاع في المشهد العراقي فيما يتعلق باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتداعيات وتبعات هذه الاستقالة، نود في البداية أن نفهم المشهد العراقي والأسباب والدوافع التي جعلت عدد من المتظاهرين ينزلون في يعني بعض أو عدد الشوارع العراقية المختلفة في بغداد والموصل وغيرها من مدن الجنوب بمجموعة من المطالبات المختلفة، بدأت بمطالبات أو بطلبات وانتهت لهذه الاحتجاجات الدامية التي نراها الآن ما بين قتيل ومصاب وجريح. خلينا الأول بس نقول إن هم يعني حقق الحق مش عدد من المتظاهرين، لكن هو السواد الأعظم من الشعب العراقي دلوقتي في الشوارع. تقريبا كل المظاهرات عمت كل المدن العراقية النهاردة. في علامات استفهام، الناس بتسأل يعني ليه، يعني اللي بيحصل في العراق ده ليه المواطن العراقي
بيطلع للشارع وبعرض نفسه للخطر. النهاردة ليه بعرض نفسه لمواجهات أمنية وأطراف من قوى خفية وهو عرضه أنه هو يموت في أي لحظة يعني. وانت شايف حضرتك يمكن أعداد القتلى في العراق تحديدا النهاردة تقريبا هو في كل الأماكن الملتهبة في العالم يمكن أكتر عدد من القتلى دلوقتي في العراق وفي إيران. التصدي الأمني للمتظاهرين أقدر أنه هو يعني بيتم في منتهى القوة، في منتهى العنف، في منتهى الغشم. إيه اللي بيخلي المواطن العراقي أو خلى المواطن العراقي يطلع ويضحي بنفسه بالشكل ده؟ شوف حضرتك لازم نرجع للأسباب وتحديدا من سنة 2003 أو قبل 2003 ونقارن ما هو كيف كان الوضع الاقتصادي في العراق في 2003 في عهد صدام حسين وكيف أصبح الحال في العراق وإحنا النهاردة في 2019 و2017 2018 و2019 وحضرتك العرض مستمر يعني. البلد دي تعرضت في عهد صدام حسين لحصار 12 سنة. في ال 12 سنة اللي هي كانت محاصرة فيهم وكان عليها حصار اقتصادي وجوي وبحري رهيب جدا كانت العراق بتاكل من خيرها. حضرتك لو كنت زرت العراق في الوقت ده كنت هتلاقي أرخص تقريبا أرخص بلد في العالم تعيش فيها كانت العراق. السلع الغذائية كانت ببلاش، السلع التموينية كانت ببلاش، كانت الحكومة موفرة للناس حاجة اسمها بطاقة تموينية كانت مباحة لكل العراقيين وكل العرب وكل الأجانب المقيمين، تقريبا كانت عيشة زي ما احنا بنقول بتراب الفلوس. ما كنت تمشي حضرتك في ما بين المدن ودي مسافات طويلة جدا تمتد ل 300 و400 و500 كيلو متر، كنت هتلاقي الطريق من الجانبين أخضر زرع واقف وما بينه النخل ده ملايين النخل موجود. كانت البلد عايشة في نعيم لدرجة ان انت كنت ممكن تدخلي بدينارات بسيطة جدا تاكلي أفخم أكل وأفضل أكل والمواطن ما بيعانيش. وكان حتى المرتبات في الوقت ده ما تهمش المواطن العراقي بقدر ما الخدمات اللي كانت الحكومة اللي بتقدم بتوفرها له. للأسف بعد الغزو الأمريكي للعراق وتحديدا في 2003 تبدل الوضع تماما. طبعا للأسف الشديد أن الأمريكان وقوات التحالف ما دخلوا العراق تقريبا جرفوا العراق، نهبوا العراق، نهبوا العراق اقتصاديا ووفروا بموجب قانون اسمه قانون 3، قانون الحماية رقم 3 لسنة 2003 غطاء قانوني وحماية لكل الحرامية اللي كانوا موجودين في العراق واللي كانوا بيتعاونوا معاه سواء كانوا أمريكان أو بريطانيين أو حتى إسرائيليين أو حتى المقاولين واللي كانوا بيتعاونوا معهم من الشعب العراقي. الفساد اللي شهدته العراق في الفترة دي رسخ لدى كتير من الطبقات أو الساسة العراقيين ثقافة الفساد وثقافة الانحراف. لأصبح النهاردة الكارثة الكبيرة اللي موجودة في العراق إن الفساد بقى ثقافة، السرقة بقى الثقافة، النهب بقى الثقافة، لدرجة إن حتى المناصب القيادية بقت بتباع وتشتر. يعني النهاردة حضرتك عشان تشتغل في التلفزيون العراقي فده له ثمن، عشان حضرتك تتحط في منصب في وزارة فده له ثمن. تقنين الفساد ده يعني الأمر واصل لمرحلة في منتهى الصعوبة، مرحلة كارثة يعني. طيب تعالي على الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الاقتصادية أوضاع متردية جدا. الرخاء اللي كان عايش فيه الشعب العراقي من في ما قبل 2003 تحول النهاردة إلى كارثة. النهاردة كل المصانع العراقية أو 80% من المصانع العراقية توقفت وما زالت متوقفة من 2003 لحد النهاردة. التعليم بقى فيه انحدار، الصحة بقى فيه انحدار، كل حاجة بقى فيها انحدار، لدرجة ان الفساد وصل ان النهاردة في بيع للشهادات العلمية والألقاب العلمية يعني. فالنهاردة تعالي شوف الوضع الاقتصادي،
النهارده تعالي هو طبعا في بالفعل استاذ صبري يعني ازمات حقيقيه على كل المستويات وكافه الاصعده المختلفه، والعراق تحديدا حقيقه كنموذج عربي عانى وما زال يعاني، يعني ابتداء من الاحتلال الامريكي بزعم امتلاك صدام حسين لاسلحه الدمار الشامل، وبعدها مرحله التحالف الدولي لمواجهه ومحاربه الارهاب بقياده واشنطن للقضاء على الدواعش، وفي هذه الفتره ازداد الدواعش وازداد الإرهاب والإرهابيين في العراق وفي الوطن العربي. قبل الدواعش اسمحي لي بس ان انا اوصل لحضرتك او للساده المشاهدين مدى قسوه الوضع في العراق. يعني تخيلي ان البلد اللي كانت المفترض الثاني او الاول في انتاج البترول في العالم اصبحت النهارده بتستورد بترول عشان الطاقه في البلد، وعشان العربيات تمشي في البلد بتستورد طاقه، بتستورد بترول، بتستورد بنزين. تخيلي ان النهارده العراق العظيم بيستورد الزبادي وبيستورد اللبن وبيستورد البسكوت وبيستورد الجبن. يعني النهارده حضرتك بتمشي في كل العراق تقريبا 80% او اكتر من 80% من المنتجات الغذائيه كلها مستورده، وبيعتمدوا على دول معينه في استيرادها. النهارده الراتب الموظف العراقي بيتراوح ما بين 300 و 1000 او 1200 دولار في الشهر. النهارده عشان تأجري شقه في العراق مش اقل من 300 و400 و500 لحد 700 دولار في الشهر. عشان تشتري تنزلي تشتري اقل السلع الغذائيه فالنهارده انت بتعاني. المواطن العراقي مش طالع في مظاهرات كنوع من الرفاهيه، لا ده طالع من 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 قسوه الظروف الاقتصاديه اللي بيعيشها. طيب بالنسبه للوضع السياسي، للاسف الشديد أن العراق، وأنا بقول لحضرتك وبأكد على المعلومة ديت، أن العراق لن يشهد هدوء مهما كانت الحلول إلا في حالة واحدة بس، إلا إذا تغير الدستور العراقي، إذا تكاتف الساسة والقادة العراقيين ونبذوا الطائفية وتوحدوا على دستور يعمل لصالح العراق. ليه بقول الكلام ده؟ لأن العراق الأمريكان لما دخلوا في 2003 السيد بول بليمر الحاكم العسكري الأمريكي للعراق عمل حاجة في منتهى الذكاء، رسخت لنوع من الطائفية والعرقية في العراق هو سبب الكارثة والأزمة اللي العراق بتعيشها دلوقتي. عمل حاجة اسمها مجلس الحكم. مجلس الحكم ده كان على أساس طائفي ورسخ للطائفية، جه عمل بعده حاجة اسمها قانون الدولة. قانون الدولة ده كان بمثابة الدستور، أصبح النهاردة للشيعة حصة اسمه قانون المحاصصة. أصبح النهاردة حاجة اسمها قانون المحاصصة. قانون المحاصصة ده أصبح للسنة حصة في الحكم، أصبح للشيعة حصة في الحكم، أصبح للأكراد حصة في الحكم، أصبح للأيزيديين حصة في الحكم، أصبح للتركمان حصة، أصبح لكل الطوائف العراقية حصة في الحكم. فأصبح النهاردة الحكم في العراق غير قائم على أساس الكفاءات. يعني النهاردة لا، ده النهاردة الكتلة البرلمانية الفايزة دي المفترض أن هي شيعية، فالمفترض أن هي ليها حصة كذا، أو الـ 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 يعني التقسيمات أو توزيعات المناصب وعرقية أو المكتسبات السياسية وعرقية وليست يعني معتمد على الكفاءات او المهنيه خالص. او القدره على العطاء. تخيل النهارده ان انا لو عالم عراقي وغير منتمي لحزب سياسي ماشي او حزب قوي، فالنهارده انا طب احنا هنعود لهذه الجزئيه، لان طبعا هي جزئيه في غايه الاهميه، وكيف يمكن التعاطي والتعامل مع فكره الطائفيه في العراق بشكل كبير، وما هي الاساليب او الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهه هذه الافه او هذا التحدي الكبير الذي يواجه العراق الان. ولكن معنا مداخله ومشاركه هاتفيه من الاستاذ كفاح محمود المحلل السياسي من بغداد. سيد كفاح، بعد تحية، في أي سياق وفي أي إطار تضع تطورات الأوضاع في العراق حتى هذه اللحظات في ظل الاحتجاجات الدامية التي سقط فيها الكثير ما بين قتيل ومصاب وجريح، وتداعيات استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على يعني استقرار ربما الأوضاع في الشارع العراقي، أم تتوقع أن الأمر سيزداد تعقيدا يوما بعد الآخر؟ يعني بدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالتاكيد استقاله السيد عادل عبد المهدي جاءت نتيجه القحط الكبير الذي تعرض له من الشارع
شارع العاصمة بغداد وشارع الفرات الأوسط والجنوب تحديدا، لأنه المحافظات الغربية وأقليم قدس كانوا خارج هذه العملية. هذا الضغط الذي استمر منذ بداية أكتوبر ولحد هذا اليوم بدأ برفع مستوى المطاليب، مطاليب الشعب. بالتأكيد الآن بعد أن وافق مجلس النواب على استقالة السيد عبد المهدي سيذهبون إلى اختيار شخصية تكنوقراط كما يضبط الشارع بهذا الاتجاه، أن تكون مستقلة لا علاقة لها بالأحزاب. أنا أعتقد هناك اجتماعات مكثفة بهذا الاتجاه، ربما سيستمر السيد عادل عبد المهدي بترأسه لحكومة تطبيق الأعمال لحين الاتفاق على شخصية أخرى تتولى تشكيل حكومة ربما ستذهب إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة وتشرح بإحداث تغييرات مهمة في البنية السياسية لنظام السياسة العراقي. طيب لو كلمنا في نقاط كده محددة لمن لا يعلم، يعني الدوافع التي جعلت الشعب العراقي ينزل في هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات في الشوارع والمدن العراقية المختلفة، هل المطالب سياسية بالأساس، مطالب دستورية، أم الأوضاع الاقتصادية المتدنية وتراجع المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات كان هو الدافع الرئيسي أو الأساسي الذي دفع المواطن العراقي أن ينتفض ويواجه الموت في الشوارع والميادين العراقية المختلفة؟ يعني دعينا نتفق بداية بأنه المحرك الأساسي والدينامو الأساسي لكل ما حصل هنا وفي كثير من البلدان الشريفة للعراق هو العامل الاقتصادي. بالتأكيد في بلد ثري مثل العراق تصل موازنته السنوية إلى ما يقرب 100 مليار دولار، ما يزال مستوى الفقر في البلاد خارج اقليم كردستان اكثر من ما بين 35 الى 40%، وهذه كارثه بالنسبه لدوله غنيه مثل العراق، اضافه الى ارتفاع نسبه البطاله لدى الشباب وعدم انخفاض المستوى المعيشي، كل هذا ايضا مضافا اليه النفوذ الايراني الذي بدا يؤثر تاثير كامل كبير جدا على سيكولوجيه المجتمعات العراقيه سواء في المنطقة الغربية ذات الغالبية السنية أو في المناطق الشيعية التي تمتد في الفرات الأوسط وحتى أقصى جنوب العراق في البصرة. هذا النفوذ ربما دفع كثير من قطاعات الشباب إلى هذه الانتفاضة التي بدأت برفع مستوى مطالبها من مطالب خدماتية إلى مطالب سياسية تطالب بإحداث تغيير في الدستور وربما حتى إلغاء الدستور وكتابة الدستور. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ كفاح محمود المحلل السياسي متحدثا إلينا من بغداد، شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية. نعود من جديد أستاذ صبري والحديث على فكرة الطائفية ربما أو يعني هذه المشاكل التي تعاني منها العراق، ويمكن تحدثت في متن كلماتك على أنه الحل بيكمن بشكل أساسي ورئيسي في تغيير الدستور، ولكن في إطار متابعتك للأجواء العامة والمناخ العام وفي إطار متابعتك للاحتجاجات والتظاهرات للأسف التي تحولت من تظاهرات سلمية إلى تظاهرات دموية، من الذي يملك الأداة السحرية أو عصا موسى أو خاتم سليمان حتى يمكن أن يعني ينقذ العراق من هذه الطائفية التي شئنا أم أبينا هي متوغلة داخل الشعب العراقي ما بين سنة وشيعة ومسيحيين وأيزيديين وعرب وأكراد؟ شوف حضرتك، للأسف الشديد يعني وأنا يعني اللي بأكد عليه إن الحل للأسف الشديد أقدر أقول إن هو في يعني يتركز في اثنين. أولا النخبة الحاكمة في العراق ومعهم من يتحكم فيهم، بمعنى ان النهارده في جزء كبير جدا او الاغلبيه من الساسه العراقيين لا يتحكمون في المشهد بارادتهم ولكن باراده خارجيه. تمام. بمعنى ان النهارده انا لا استطيع ان استبعد ايران من المشهد العراقي، لان العراق ان ايران محرك رئيسي ومؤثر بشكل كبير على اوراق اللعبه في العراق.
النهاردة أقدر أقول لحضرتك أن في أخبار، ودي أخبار مؤكدة، أن قاسم سليماني النهاردة كان نزل العراق بزيارة للعراق، وقابل بعض المرجعيات الدينية، وقابل بعض رؤساء الكتل النيابية. النهاردة أنا بقول لحضرتك عشان يستقيم الوضع في العراق لابد للعراقيين سنة وشيعة وكل الطوائف والأعراق أن يتوحدوا على قلب رجل واحد ويضعوا العراق نصب أعينهم. وأعتقد النهاردة أن سقف المطالب اللي بيقولك النهاردة أنا عايز استقالة رئيس الحكومة، وإيه اللي حيفيد من استقالة رئيس الحكومة؟ طيب ما هيجي رئيس حكومة جديد في ظل برضو نظام نفس النظام المحصص، طيب ما هو برضو ما زالت نفس تأثير القوى الخارجية موجود. ماشي، النهاردة ما زال هناك أمريكان في العراق، ما زال هناك في إيرانيين في العراق، ما زال هناك جنسيات أكتر من 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 حوالي 12 أو 13 جنسية موجودة في العراق. أعتقد أن القرار العراقي ليست بإيد العراقيين، والموضوع يحتاج إلى نوع من أقول الانتفاضة من أساس العراقيين نفسهم، يحطوا العراق نصب أعينهم ويبدأوا في صياغة دستور جديد ليس هناك غير قائم على أساس المخصصة أو أساس الطائفية أو العرق. اعتقد ان ده يعني 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 ده اساس في 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 اصلاح الوضع العام في العراق. غير كده اعتقد ان لا قانون انتخابات هيجدي ولا تغيير حكومه هيجدي. النهارده اعتقد ان في اصوات كان اكترها السيد مقتدى الصدر اللي عمل اقتراح النهارده وقال لك ان احنا نطرح، يعني هو في اكتر من اقتراح للخروج من المشهد. انا من وجهه نظري انه كلهم بالكامل اقتراحات غير مجديه. كان اخرهم اقتراح مقتدى الصدر ان هو يتم طرح 5 أسماء من ابناء الشعب العراقي ويتم الاستفتاء عليهم لاختيار رئيس حكومه. حتى الاقتراح ده ايه اللي هيفيده ان انا النهارده استفتي على 1 من 5 واختار 5؟ يعني طالما الاساس صحيح. الغير منطقي والاساس القائم على الحكم غير منطقي موجود. طب فيما يتعلق به يعني اهميه تلبيه او استجابه لمطالب الشعب العراقي، ولكن في المقابل ربما يتحدث البعض عن فكره ان ما فيش قائد لهذه التظاهرات او هذه الاحتجاجات او شخص رمز ممكن هم يلتفوا حواليه، وبالتالي يكون في حد بعينه يتحدث باسم يعني المواطن العراقي في الشارع. اذا الموضوع بيزداد تعقيد في كارثه. حضرتك انت لو لاحظتي ان النهارده الكتله التي لها الاغلبيه في الحكم النهارده هي التيار الشيعي، تمام، او كتله سائرون اللي بتزعمها مقتدى الصدر، وبعديها مجموعه من الكتل اهمها الكتله اللي بيتزعمها كتله بدر اللي بيتزعمها السيد هادي العمري. اعتقد ان هم دول لهم الاغلبيه ومعاهم السيد عمار الحكيم وغيره وغيره، دول لهم الاغلبيه المفترض في 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 العراق. النهارده اكتر مدن النهارده طالعه وبتنتفض وسايره هي المدن اللي سكانها اغلبهم من الشيعة. فالنهارده هذا يؤكد ان يعني هذه النخبه السياسيه فعليا لا تمثل هؤلاء من الشعب العراقي على ارض الواقع. الناس وصلت لمرحله ان هي خلاص ما بقتش قادره، ان هي غير إن مش قادره تعيش. فالنهارده خارجه بتقول يا جماعه خلاص، هي زهقت من كل النخب اللي موجوده. في النهارده في استياء في الشارع. يعني صحيح. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. النهارده تخيلي ان النهارده انت قاعده في بيتك في بغداد، فالنهارده الكهرباء ساعه وساعه. ده في العاصمه، ده في المدن الثانيه. النهارده ممكن تيجي لك الكهرباء ساعه وتتقطع 4 ساعات. ماشي، ازمه طبعا البلد كبيره. يعني البلد اللي فيها دجلة والفرات، دجلة والفرات يعني من أشهر أنهار العالم. طبعا. النهاردة أغلب الشعب العراقي بيشرب المية المعلبة. لأن النهاردة أنت لو شفتي الحال اللي وصل به نهر دجلة أنت تبكي. حجم طبعا. التلوث اللي وصل له نهر دجلة تبكي. فالنهاردة أنت بتتكلمي على بلد النهاردة الفساد وصل فيها صحيح. لمرحلة أصبح محتاج وقفة.
مش واقفة بس من الشعب العراقي، ده واقفة من الساسة العراقيين قبل الشعب العراقي. طيب فكرة ان يبقى في تظاهرات واحتجاجات وان الشعب يسجل موقفه رفضا لكل اشكال واصناف الفساد، ده شيء مهم جدا، ولكن حقيقة اللي بيحصل في أوطاننا العربية بيخلي دايما أن الناس عندها حالة من القلق أو حالة من الرفض لأي احتجاجات، لأنها بتبدأ بشعارات وبهتافات وبرفع أعلام وبأغاني وطنية وتتحول بشكل سريع جدا إلى دمار وضياع الهوية والأوطان. مش عارفة يعني المفروض تبقى الناس مع أو ضد هذه الاحتجاجات، يعني هل الصمت على الفساد أهون من ضياع الوطن، ولا يعني هي المفضلة ما بين سيء وأسوأ؟ يعني أنا 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 بس عايز أقول لحضرتك الحاجة، يعني أنا برضو كمتابع للشأن العربي أنا برضو في حيرة، يعني هو ليه دايما الحكومات في الدول العربية مصممة إن هي ما تتحركش إلا لما يحصل هزة من الشارع؟ يعني أنت النهاردة عارف إن أنت عندك في كوارث اقتصادية وغلاء أسعار وعندك في فساد، وفساد واصل لمرحلة في منتهى الخطورة، فأنت النهاردة لسه منتظر إن الشارع يطلع عشان أنت تتحرك؟ طب ما أنت مفترض أن تتحرك قبل الشارع ما يطلع. وأقول لحضرتك على حاجة، هو من إمتى النهاردة أنت حضرتك سمعتي إن الشعب اللبناني بي بي بينتفض وبيطلع في الشارع؟ الشعب اللبناني اللي النهاردة، يعني هقول لحضرتك على حاجة، الشعب اللبناني أنت بتنزلي بيروت أنت تبقى مبسوطة جدا وسعيدة جدا من حجم الرقي اللي وصل له الشارع ده، اللي المفترض اعتماده الأول على السياحة لحد يبتزك ولحد يستغلك يقابلك بابتسامة. النهاردة الشعب ده النهاردة طالع سير ليه؟ طالع سير ده من الكارثة أو الضغوط الاقتصادية اللي هو وصل لها، حكومة فاشلة، أداء فاشل برضو قايم على النظام طائفية وعلى النظام مخصصة، برضو وصل الشعب النهاردة ان هو طالع يقولك يعني هي حقيقة المشكلة يعني مش في نزول الشعب او المواطنين السلميين، المشكلة في تسلل بعض التنظيمات الارهابية او الطرف الثالث زي ما كان بيتقال في فترة من الفترات، او الخفية اللي بتتسلل يعني هؤلاء المواطنين السلميين، وبالتالي الموضوع بيتحول بشكل سريع جدا من احتجاجات سلمية لاحتجاجات دموية، وبعد كده بيصل الامر الى ضياع الوطن أمل بالكامل. هقول لحضرتك يعني. هلخص لك المشهد ببساطة جدا في دقيقة على اقصى تقدير. حضرتك ما تنزلي بغداد او تنزلي العراق انت بتتفاجئ بكارثة. النهاردة البلد تحولت إلى مجموعة من الكتل ومجموعة من القوى، كل القوى دي للأسف قوى طائفية وكلهم معهم سلاح ومعهم فلوس. فالنهاردة أنت تتفاجئ إن في موكب ماشي، والموكب ده المفترض إن هو تابع للحشد الشعبي، وبعدين في موكب ماشي معرفش ده، دول بيمتلكوا فلوس وسلاح ودول بيمتلكوا فلوس وسلاح. اللي ضايع في وسط دول كلهم هو المواطن العراقي الفقير. صحيح. الأكتر من كده إن 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 النهاردة تخيلي إن النهاردة وصل الحال بالعراق، وده أنا شفته بعيني، إن ممكن وأنت قاعدة يضرب من فوق دماغك صواريخ هاون وتنزل على منطقة زي المنطقة الخضراء ويحصل هرج ومرج في الشارع. وبعدين ده المنطقة الخضراء اللي هي فيها إيه؟ فيها رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة والسفارة يعني الأمريكية. طبعا تسألي مين اللي ضرب دول؟ للأسف اللي ضرب دول مجهول. شايف الحال وصل في العراق لإيه؟ أنت وصلت لمرحلة من التردي، أصبح معاها الحل لن يستقيم إلا إذا استقامت النخبة. طبعا ده مهم جدا. أنا يعني في النهاية بشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صبري ديب على تشريفك لنا النهاردة وتلبية الدعوة. شكرا جزيلا لك. شكرا فندم. شكرا فندم. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام. نهاية هذه الحلقة من المشهد، تقبلوا تحياتي ودائما للحديث بقية.